لا بس شاء الله ربي يحفظك. لا لا بس الحمد لله. القرويه الكل على بعضها. دونك دكتور حليوي حنان مديره النهوض بالصحه بالقيروان ومشرفه على المستشفى الميداني هذا. تحكيوا على المستشفى الميداني هذا توا قداش فيه من مريض؟ 40 مريض توا البارح البارح في الليل معناتها هذه اول مره نوصلوا ل 40 مريض. 40 مريض توا كومبلي 42 فرش مازالوا لنا زوز فروشات نخليهم نحن سيكوريتي خاطر كيما قلت البارح طاقة الاستيعاب معناتها فاتت للمستشفى الجهوي من جزار فاتت الميداني حل الشيروجي هزينا المرضى للمستير السوسة معناتها حالة كارثية باش نقول لك معناتها كثر المرضى وربي يستر هذا في ظل انه كثر المرضى والأسرة ما عادش رسالة للناس انه الوضع ما يحتاجش اي معناتها تو تخرج البلاد تلقى معناتها الناس عادية تعيش عادية اكتظاظ ضفريب اسواق قهاوي الشباب برا شوف صور في بحر حومة الجامعة كيفاش في العشية اللي جا الكل قاعدين يشربوا في قهوة يلعبوا في كافية يلعبوا في الكارتة ما استهتار استهتار غير وعي يهديكم ربي يهديكم ربي خافوا خافوا على العجز عليكم راهي العباد مش حتى كان الكبار حتى الصغار قاعدة تتأذى من هالوباء حنا عنا ديكا معناتها 40 سنة 20 سنة 30 سنة وهما مرضى وراقدين دونك خافوا عليهم البروتوكول الصحي راهو الكمامه راهي ها الدنيا سكون يلزم واحد يلبس الكمامه يلزم واحد يغسل يديه يلزم واحد يبعد على الاكتظاظ واحد لازمه كل يوم يهبط المرشي يهبط مره في الجمعه للمرشي على العشرين سرير اللي جاوا من الوزاره جاوا لهنا اي جاوا اصلا منهم هكا ديجا محطوطين غادي هكا ورا غادي دونك جوست نحن نستناو في البرونشمون تاع الاكسجين بحول الله وعدونا باش نهار الاثنين باش يقلبوا البرونشمون تاع الاكسجين ويبداو يخدموا.